اسوي بسبوسة، كاس ونص سمين، كاس ونص جوز هند، ملعقة كبيرة بيكنج بودر. اخلط المقادير الجافة مع بعض، خلطت باقي المقادير بالخلاط، نخلط مع بعض المواد السائلة والناشفة. أدخلها الفرن على درجة حرارة 180 أو 170. خلصت البسبوسة، بعدين أسقيها نستلة. طبعا عادي هي وشيرة أو نستلة، بس هذه البسبوسة أحلى بالنستلة مرة. طبعا ما سقيتها كامل لأن اللي ما يبغون حالي حطيتها كذا، هذا بدون وهذا نستلة.